الإخوة المتابعون في كل مكان على الهواء مباشرة، نرحب بحضراتكم من هنا من أرض ميدان التحدي بمنطقة الشحانية في هذا اليوم المميز بهذا الحضور الكريم لسمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع رابع أشواطنا في هذا المساء، ختام أشواط سباق الصعايب، بينطلق على بركة الله شوطنا الرابع الخاص للقعدان اللقاية الأربعة كيلومترات، هي مسافة هذا الشوط. جائزة الشوط هي سيارة بالإضافة إلى قلعة ذهبية لصاحب المركز الأول وناموس غير في هذا المساء. ننطلق مع هذا الشوط، نبدأ مباشرة مع شعار هجن الشحانية. هذا الشعار الغني عن التعريف ينطلق مع بعدي على المركز الأول، يتابع بعدي محمد بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثاني، قالط على المركز الثاني ايضا بشعار هجن الشحانية يتابع محمد بن خالد بن عبد الله العطية. انتقل الى المركز الثالث متابعينا مشاهدينا الكرام، إلوسيل على المركز الثالث لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، المتابعة مع سعيد بن محمد الدهن المري. المركز الرابع، إلى المركز الرابع ناصي، الله، شعار الشوط الماضي هنا، هذا هو ناصي خليفة بن حمد العطية ينطلق على المركز الرابع، يتابع أحد شبابنا المميزين سعيد بن بطي الزعبي. المركز الخامس عساف لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني سعيد الدهن في المتابعة. أعود إلى المركز الأول، إلى الشعار المميز، إلى الشعار الأدعم الكبير المنطلق المندفع على صدارة ومقدمة الشوط، هذا هو بعدي على المركز الأول، أحد الأسماء المهمة، أحد الأسماء المرشحة في هذا الشوط، ينطلق بشعار هجن الشحانية. هذا الشعار المميز ينطلق في مقدمة الشوط حاملا هنا في طياته الكثير من المفاجآت. تغيير حصل مع لوسيل أيضا أحد الأسماء المرشحة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني سعيد الدهن في المتابعة. ترقب من صاحب المركز الثالث المنطلق في هذه اللحظة قالط على المركز الثالث، ديروا بالكم على قالط هنا بالمركز الثالث اللي ينطلق بشعار هجن الشحانية، شعار السيوف، شعار الرموز، شعار الأشواط الرئيسية. يا ما صال وجال هذا الشعار في الأشواط الرئيسية، يا ما حقق من رموز ذهبية. هذا شعار الشحانية، هذا هو الشعار المحبوب لعشاق سباقات الهجن. الله، المركز الرابع العطية قادم طامح بتحقيق رمز آخر في هذا المساء، ينطلق مع ناصي خليفة بن حمد العطية على المركز الرابع. المركز الخامس يتواصل عساف لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني سعيد الدهن في المتابعة. عودة إلى المركز الأول، المنعطف الأخير، الكوع الأخير نحو خط النهاية، نحو الناموس، نحو الانتصار، الكيلومتر الأخير يا أخواني، القلعة الذهبية مع خط النهاية، هناك انتظار أحد الفائزين. يبدو أن شعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني قادم طامح في تحقيق الناموس. شعار الشحانية على المركز الثاني مع قالط، الله، المركز الثالث يصل ايضا من شعارات سعادته، ينطلق على المركز الثالث، هذا هو عساف، اعلنا بالمركز الخامس، قادم بكل قوة على المركز الثاني باحثا عن تحقيق الرمز الغالي، ينطلق على مقدمة الشوط. عساف السلامات إلى المرخية هنا مع عساف يخطف القلعة الذهبية،
يخطف الناموس. الانتصار مع عساف، عساف يا عساف على الهواء مباشرة يزف الناموس إلى أبناء المرخية هنا مع فوزه بالقلعة الذهبية في هذا الشوط. تهانينا لسعادته على هذا الفوز، تهنئة لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني على انتصاره وتحقيق عساف ناموس هذا الشوط. تهانينا على هذا الفوز، والرمز الغالي يذهب إلى المرخية هنا مع فوز عساف بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني قالت الهجن الشحانية. المركز الثالث الوسيل لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني. المركز الرابع، مركز الرابع يناصي خليفة بن حمد العطية. المركز الخامس الوعب لجاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. أيها الإخوة المتابعون، هذه لحظات الناموس وتحقيق الناموس. كان حاضرا شعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني محققا منتصرا وفائزا في هذا الشوط. تهانينا والناموس على تحقيق القلعة الذهبية الخاصة بالقعدان اللقايا في هذا الشوط المميز. تهانينا والناموس. وهذا هو عساف، لحظة حضوره وانقضاضه على ناموس هذا الشوط، مهديا أبناء المرخية هذا الناموس المميز في هذا المساء رفيع المستوى. تهانينا والناموس لسعادته على هذا الفوز. التوقيت الزمني لحظة وصول عساف إلى خط النهاية 5:53، 6 أجزاء من الثانية. تهنئة أيضا لمن قاد عساف، سعيد بن محمد الدهن المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني 5:57، 9 أجزاء من الثانية. قالت الهجن الشحانية. تهانينا والناموس أيضا لمحمد بن خالد العطية. المركز الثالث 5:58، 5 أجزاء من الثانية. الوسيل لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني. تهنئة أيضا لسعيد بن محمد الدهن. أيها الإخوة المتابعون،